بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أيها الأخوة الكرام في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى من أحكام الصيام، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، بودنا أن توجه كلمة لمن أراد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بترك بعض المنهيات وبعض المحرمات التي ارتكبها في السابق، فتشجيعا لهم وتثبيتا لهم، هل من كلمة فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله من الذنوب في كل الأوقات، والله جل وعلا قد فتح بابه للتائبين ليلا ونهارا، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا باستمرار. الله أمر بالتوبة، حث عليها، ولم يوقتها بوقت، إلا أنه لا تقبل التوبة بعد الغرغرة، حينما تبلغ الروح الحلقوم في سياق الموت، حينئذ لا يقبل من التائب توبته. وأما قبل ذلك، فأية ساعة من ليل أو نهار وفي أي شهر تاب إلى الله توبة صحيحة فإنه يتوب الله عليه. لكن في رمضان موقظ ومنبه لأصحاب الذنوب أنهم يدخلون هذا الموسم العظيم، فيشاركون المسلمين في الصلاة والصيام واستماع القرآن وتلاوة القرآن، وربما يفتح الله على قلوبهم، وأيضا الصيام يفطمهم عن الشهوات التي كانوا يتناولونها قبل رمضان، و الشهوات المحرمة التي كانوا يتناولونها، فيتدربون على التوبة. شهر رمضان معين على التوبة، هو معين لشارب الدخان أن يتركه، معين لمن يتعاطى المعاصي الأخرى أن يتركها، لأنه منهي عن المعاصي، والمسلم يحترم صيامه فلا يؤثر فيه بالمخالفات. صيام رمضان أو شهر رمضان تدريب، في الحقيقة أنه تدريب، أو ممكن أن نشبهه بما يقال من الدورات التي تعقد لأجل تقوية الموظفين أو تقوية العمال على أعمالهم. شهر رمضان هو دورة شرعية لمن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل، ولأن الإنسان في شهر رمضان يكون في قلبه رقة وخشية لله أكثر من غيره، لأنه يصوم، والصيام يرقق القلب، لأنه يترك المأكولات والمشروبات، وهذا مما يصفي نفسه وقلبه للتوبة. فشهر رمضان موسم عظيم للتوبة، فعلى من ابتلي بشيء من الذنوب والمعاصي أنه يجعل شهر رمضان ما ميدانا للتوبة، ثم تكون توبته مستمرة فيما بعد رمضان إلى أن يموت. وليست التوبة خاصة بشهر رمضان، ولكن يتوب وينطلق من أسره وقيده وسجن الشيطان، يكون هذا الشهر الشريف سببا لانطلاقه من أسر عدوه ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فضيلة الشيخ، توضيح لهذا الحديث.
نعم، يجب على الصائم أن يحترم صومه، نعم، ولا يكون مثل حالة فطره يتغلب عليه الشيطان، تغلب عليه النفس الأمارة بالسوء، بل يجب على الصائم أن يتغلب على نفسه، والشيطان قد غل وأبعد عنه في هذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى نفسه الأمارة بالسوء فعليه أن يتغلب عليها، فلا يزاول الأعمال السيئة التي كان يزينها له الشيطان قبل ذلك وتزينها له نفسه، فإن هذا الشهر يعينه الله فيه على التغلب على نفسه. والصيام لا شك أنه علاج، وأي علاج من الذنوب والمعاصي. كذلك شرف هذا الشهر وما يحدثه من رقة القلوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولزوم المساجد، هذا أيضا مما يساعد العصاة على التوبة إلى الله عز وجل. وكذلك بذاءة اللسان، اللي معتاد أنه يشتم ويسب ويتكلم بالكلام المحرم، رمضان يدربه على ترك الكلام المحرم، لأن المسلم يحترم صيامه، حتى لو أن أحدا اعتدى عليه بالكلام فإنه لا يرد عليه، لا يعود نفسه هذا الشيء، لا يرد عليه، وليقول إني صائم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، في شهر رمضان المبارك يكثر تفطير الصائمين سواء كان في المساجد أو في مكان أخرى، هذه المبالغة فيما يقدم لتفطير الصائمين في المساجد، رأي فضيلتكم في ذلك؟ رأيي أن المبالغات والإسراف لا يجوز. نعم، تفطير الصوام هذا فيه فضل عظيم، ولكن يكون ذلك في حدود، ولا يكون فيه إسراف وصناعة للأطعمة الكثيرة التي لا تؤكل. ولقد بلغنا أن بعضهم يجمع دراهم كثيرة تخرج عن أو تزيد عن تكاليف الإفطار في رمضان كله، هذا لا ينبغي، ينبغي أنه يقدر ما يكفي لتفطير الصوام في هذا الشهر ثم يمسك عن أخذ الزيادة، لأن هذا من المبالغات ومن الإسراف. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، ولعله من المستحسن أيضا أن تتحدثون في هذه الحلقة المباركة حول أيضا تعويد الشباب أو الصبيان الذين لم يبلغوا على الصوم من الأسرة. نعم، كان السلف الصالح يصومون صبيانهم الذين يطيقون الصيام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، فكما يؤمرون بالصلاة لسبع أيضا يؤمرون بالصيام، كان السلف يفعلون هذا، فإذا احتاج أو تذكر الأطفال الطعام والشراب يلهونهم عنه بألعاب تسليهم حتى يتعودوا الصيام، هذا لا شك أنه من التربية العظيمة ومن التدريب على الخير وتنشئة الأولاد على العبادة. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض النساء تتعمد أكل حبوب منع دورها الشهرية وذلك لكي تصوم مع المسلمين، هل لها ذلك فضيلة الشيخ؟ الأحسن أنها لا تعمل ذلك، لأن تناولها للحبوب التي تحبس الدورة يحصل منها أضرار على جسمها، والله جل وعلا أباح لها الإفطار وسهل عليها، فلماذا تكلف نفسها؟ تفطر ولها من الأجر مثل ما كانت تعمله قبل الحيض، لأنها تركت هذا للعذر الشرعي وهي ترغب في الخير، فالله جل وعلا لا يحرمها من الخير، فلا حاجة إلى أنها تتكلف تأخذ الحبوب، ولكن إذا كانت هذه الحبوب لا تضر صحيا، شاورت عليها الطبيب أي لا تضر صحيا، أخذتها وامتنع الدم وصامت، وصومها صحيح وعملها صحيح، لكن خلاف الأولى. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبالنسبة أيضا لبعض كبار السن ممن يعوق عليهم الصيام، كيف يرى فضيلة الشيخ تكفير هذا قضاء الصيام؟ نعم، كبير السن الذي بلغ من الكبر ما لا يستطيع معه الصيام لكن عقله باقي وفكره باقي، نعم، هذا يصلي ولا تسقط عنه العبادات على حسب حاله، وأما الصيام
فإنه لا يطيقه، فيكفي أنه يكفر يدفع الفدية. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام للكبر، وفي قراءة يطوقونه يعني يشق عليهم، هذا جعل الله له الفدية وليس عليه صيام لا أدى ولا قضى. وكذلك مثله المريض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام، هذا يكفر يعتق، هذا يفدي بمثل الكبير الهرم، يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي هذا. نعم. ومن عاش في غيبوبة، أما إذا غاب فكره غاب وعيه فليس عليه صيام، لكن الغيبوبة إن كانت انجلت وزالت فإنه يقضي الأيام التي عليه، وإن كانت استمرت معه فليس عليه صيام ولا صلاة. نعم. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم أيها الأخوة الكرام. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أحكام الصيام مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم على خير في لقاء قادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.